It's my pleasure to welcome you to Saudi Derm 2024, which will be held here at Crown Plaza RDC in Riyadh from January 18th to 20th of 2024. Saudi Derm is the premier dermatology conference. It's a unique opportunity to learn from, network, and collaborate with experts in our field. I look forward to welcome you all to Saudi Derm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا برحب بالجميع في سعودي ديرم السابع. هذا السنة حيكون في الرياض وفي فندق الكراون بلازا، حيكون في يناير من يوم 18 إلى يوم 20. طبعا هذه السنة بالفعل جدا بيكون بإذن الله يعني مؤتمر نتمنى أن يكون جدا متميز لعدة اعتبارات. واحد، ما شاء الله الرئيسة الدكتورة رؤى الحارثي ورئيسة يعني الساينتيفيك كوميتي ما شاء الله دكتورة دانا العيسى، وما شاء الله معاهم دكتور نجود العجروش ولما الطويل، يعني في كوكبة من الفيميل درماتولوجيست. أنا أعتقد أن المؤتمر في عناية جدا خاصة بالساينتيفيك بروجرام، وتلاحظونها أن هذه السنة سنحرص حرص شديد، لأن الحمد لله الآن الرو ماتيريال في الدرماتولوجي جدا كبيرة، بيولوجيك جاك انهيبيتورز وحتى في يعني التقنيات الأخرى. أنا أعتقد أن هذه السنة حيكون فليفر جدا ممتاز للمستجدات الكثيرة في علم الجلدية. حيكون عندنا ولله الحمد طبعا من المتحدثين العالميين، ولله الحمد أتانا يعني قبول من مجموعة جدا متميزة، والمحليين اللهم لك الحمد الآن السعودية أصبحوا كثير من الأطباء ونشوفهم في المؤتمرات يعني في يعني خارج المملكة، إبداعهم ما شاء الله مثل الأوروبيين والأمريكان وغيرهم. حنا جدا هذه السنة يعني متحمسين جدا إن نخلي هذا المؤتمر بالفعل علميا متميز. ليش؟ كثرة المؤتمرات ونشوف الآن ما شاء الله كل شهر، فالبقاء للأفضل والحضور الأكثر هو للأجود. حنا نقدر يعني حضوركم ونعرف مدى التزاماتكم وكثرة المؤتمرات، لكن سنجعل من سعودي ديرم هذه السنة بإذن الله جدا متميز، وبإذن الله سترون يعني من المادة العلمية ما يرضي يعني حضوركم. وحياكم الله في الرياض، وجايين ما شاء الله في وقت حيكون الجو جدا جميل والرياض جميلة ومتجددة كما عهدتموها، فحياكم الله على الرحب والسعة في مدينة الرياض في سعودي ديرم السابق.